أعزائي المتابعين، دعونا ندردش في محرك 1 فاز، 6 أقطاب، 36 مجرى، وراح نشوف كيف هذا ملفوف، بشو الطريقة اللي نلف فيها، وشو هي الحسابات اللي ممكن نحسبها لهذا المحرك. نفرض أنه البداية يا شباب من هذا الرقم 1، يعني من هذا المجرى هون. هذا هو ملف التشغيل، وهذا ملف الثاني للتشغيل، القطب الثاني، هذا القطب الثالث، الرابع، الخامس، السادس. البدء راح يبدأ من هون، وراح نحكي هسه كيف نعرف انه بدأ من هون، ليش ما بدأ من هون. اذا بدأ، حكينا اذا بدأ من هون بيمشي مع عقارب الساعة، واذا بدأ من هون بيمشي عكس عقارب الساعة. طيب، اذا هاي البداية للملفات البدء، راح نرسمها بعدين بلون ثاني. بس هذا القطب الأول من ملفات البدء، هذا القطب الثاني من ملفات البدء، الثالث، الرابع، الخامس، السادس. كم من ملف هذولا القطب الأول أو المجموعة الأولى من ملفات التشغيل؟ هسا بنعرف بالحسابات. وأيضا المجموعة الأولى بملفات البدء كم من ملف؟ هسا بنعرف من الحسابات. على فكرة هذا المحرك فيه مجاري مشتركة، في مجاري مشتركة، راح نشوف، نكتب هنا مجاري مشتركة مشان يعني الكل يعرف انه هذا محرك خاص. يعني لو حسبنا عدد الملفات الاصلي بيكون 36 على 2، لانه الملف عادة بيحتل بداية ونهاية 2 مجريين، فاحنا بنقسم عدد المجاري، 36 على 2، يعني 36 على 2، نكتب هنا 36 تقسيم 2 بيطلع عندنا 18 ملف، يعني راح نلف 18 ملف. بس هذا يعني مضاف إله كمان 6 ملفات مشتركة راح تتشارك بين ملفات البدء والتشغيل، ويساوي 24 ملف. يعني راح نلف 24 ملف، ال24 ملف راح نقسمها بالنص، 24 على 2، مشان نقسمها بين ملفات التشغيل وملفات البدء بمناصفة، فبصير 12 ملف لكل نوع من أنواع اللف، 12 للتشغيل و12 للبدء. اللي ظاهر عندنا هنا 6، 1 2 3 4 5 6، إذا معناته كل قطب من هاي الأقطاب في ملفين، كل قطب من هاي الأقطاب في ملف، أيضا البدء كل قطب من هاي الأقطاب في ملفين. خطوة اللف، خطوة اللف من عادة نحسبها خطوة اللف اللي هي تساوي عدد المجاري 36 على عدد الأقطاب 6 ويساوي 6. إذا راح نلف 1 إلى 6 و2 إلى 5 لأنه ملفين. طيب شو كمان راح نأخذ معلومات بالنسبة لبداية البدء، من أين يبدأ البدء؟ 180 مشان نحسب زاوية المجرى، يعني هاي الدائرة كلها 360 درجة، 360 درجة. فإذا بدنا نعرف قديش زاوية المجرى بنحسب، بنقول 180 في قانون لها، 180 هنكتبه هون، 180 ضرب عدد الأقطاب اللي هنا 6 على عدد المجاري، عدد المجاري اللي هنا 36 ويساوي. إذا اختصرنا الستة فيها 1 والستة فيها 36 فيها 6، نختصر كمان الستة فيها 1 والـ180 فيها 30، راح تطلع الزاوية عندنا 30 درجة، 30 درجة كهربائية الزاوية للمجرى الواحد، المجرى الواحد بيحتل 30 درجة. بما إنه في 90 درجة بين ملفات التشغيل وملفات البدء، يعني بين ملفات التشغيل وملفات البدء في 90 درجة، فبنقول هنا 90 درجة تقسيم 30 درجة ويساوي 0 مع 0 بروح 9، بيطلع 3 مجاري البعد بين التشغيل والبدء. إذا البدء لو بدأ التشغيل من المجرى رقم 1، راح يبدأ هذا مثلا التشغيل بدأ من مجرى رقم 1، راح زائد 3، 1 زائد 3 ويساوي 4،
أربعة راح يبدأ مين؟ راح يبدأ من المجرى الرابع اللي هي البدء. هذا البدء، إذا البدء راح يكون هون، هاي بنسميها الزد، والتشغيل بنسميه يو كبدايات. الآن بالنسبة لو نجي نلف، راح نلف هون ملفين، واحد إلى ستة، اثنين إلى خمسة. واحد إلى ستة ملف، وراح يكون في داخله كمان ملف ثاني أو اثنين إلى خمسة. وفي ناس بيحكوا واحد إلى ستة والملف الأصغر واحد إلى أربعة، وإحنا بنحكي واحد إلى ستة اثنين إلى خمسة برضو بصير. المهم الفكرة إنه في بالمجموعة ملفين. أيضا هنا راح يكون عندنا ملفين، واحد إلى ستة ومن اثنين إلى خمسة، أو زي ما بيقولوا واحد إلى أربعة. برضو بنيجي على البعديو كمان نفس الشيء، والبعديو من واحد إلى ستة. طبعا هذول كل الأقطاب متقاربة مع بعضها، يعني قريبة على بعض يعني متجاورة. ملفين ملفين لكل قطب. خلصنا ملفات التشغيل. لو اجينا نشوف كيف توصيلها بداخل القطب، داخل القطب بنوصل الكبير مع الصغير، نهاية مع بداية، فهذا نهايته مع بداية، بظل نلف فيها بالشكل هذا بيطلع آخر شيء النهاية من الصغير، النهاية راح تطلع من الصغير هون. ونفس الشيء هذا نهاية مع بداية، نهاية مع بداية، إذا هاي البداية بتطلع من هون لأنه بدنا نلف هيك، ونلف اللف آخر شيء بتطلع من هون. ونفس الشيء هذا راح يبدأ من هون ويطلع من هون من الصغير، وهذا يبدأ من الكبير ويطلع من الصغير، وهذا يبدأ من الكبير ويطلع من الصغير، وهكذا كلياته يبدأ من الكبير ويطلع من الصغير. إذا لما نوصلها نحن هسا بدنا نوصل قطب مع قطب، يعني هذا القطب الأول بدنا نوصله مع القطب المجاور إله، دائما بنوصل نهاية مع نهاية، يعني نهاية مع نهاية ثم بداية مع بداية. إذا نهاية الأول مع نهاية اللي بعده بالشكل هذا. الآن القطب الثاني في منه بداية فالته، والقطب الثالث في بداية ونهاية. خلينا نوصل بداية مع بداية الآن، بداية مع بداية. الآن القطب الثالث صار فيه نهاية فالته، إذا نهاية مع نهاية، بدور على نهاية اللي بعده، هاي نهاية مع نهاية بيطلع هون بداية. الآن القطب الرابع صرنا في بداية، بداية راح تيجي مع بداية اللي بعده. القطب الخامس في نهاية، راح تيجي مع نهاية السادس. وآخر شيء بيطلع هون عندي اللي هي يو ون، نهاية التشغيل. خلصنا من التشغيل، وإذا تفقدنا يعني الأسهم بنلاقي هون الأسهم مثلا داخل هذا، هنا في القطب هذا أو بالاتجاه هذا، خلينا نقول هيك هيك. نيجي على هذا راح يكون بالاتجاه المعاكس، يعني هذا هيك إجا هيك، إجا من هون هيك وإجا باتجاه المعاكس. هون القطب الثالث إجا عادي باتجاه عادي. نكمل على القطب الرابع اتجاه معاكس لعقارب الساعة. الخامس طلع لفوق. هاي بالنسبة للأسهم يعني بتفيدنا انه رسمنا صح او خطأ. لاحظوا هنا عندنا قطب، قطبين شكلت الأقطاب مختلفة، يعني هذا مع عقارب الساعة، هذا عكس عقارب الساعة، مع عقارب الساعة عكس عقارب الساعة، مع عقارب الساعة عكس عقارب الساعة، يعني لو كان هذا شمالي يكون جنوبي شمالي جنوبي شمالي جنوبي وهكذا. الآن بالنسبة للبدء، البدء يبدأ من المجرى الرابع، وفي عندنا هون زي ما حكينا ملفين، واحد إلى ستة، يعني لو عدينا واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة عن تسعة، ورح يجي واحد أصغر منه من اثنين إلى خمسة، من اثنين إلى خمسة يعني من خمسة إلى ثمانية، وهكذا اللي بجنبه بدي يبدأ من عشرة ستة خمستاعش. بده يجي كمان جنبه واحد ثاني أصغر منه من 11 ل 14.
هنا من 16 6 إلى 21، واحد بيجي من 17 ل 20. برضو هون خلينا نكمل من 22 لعند 27، وبرضو من 23 الأصغر ل 26. اللي بعده من 28 هون 34 33، ومن 29 ل 32، وبعدين من 34 ل 3. هاي من 34 ل 3، وبعدين من 35 ل 2. خلينا نوصل هذول الأقطاب. زي ما تعرفنا انه داخل القطب، داخل القطب هنا الأول، راح نوصل نهاية مع بداية ويطلع آخر شيء من هون. هاي نهاية القطب الأول، هنا بداية القطب الثاني، وبمشي بمشي وهذه نهاية القطب الثاني. هنا هاي بداية القطب الثالث، وبمشي بمشي وبطلع من هون نهاية القطب الثالث. الرابع هاي بدايته، وبمشي بمشي وبطلع من هون نهاية القطب الرابع. الخامس هاي بدايته، وبلف وبطلع من هون نهاية الخامس. وهاي السادس، وبطلع من هون نهاية السادس. الآن لما نيجي نوصل قطب مع القطب المجاور له، يعني القطب الأول من البدء راح نوصله مع القطب المجاور له، راح نوصل نهاية مع نهاية القاعدة، نهاية مع نهاية. والقطب الثاني فارت منه بداية، صار بداية مع بداية اللي بعده، بداية مع بداية اللي بعده. القطب الثالث من البدء فالت منه نهاية، ظل عندنا نهاية، نهاية مع نهاية اللي بعده. القطب الرابع في منه بداية مع بداية اللي بعده. القطب الخامس في منه نهاية، راح تكون نهاية مع نهاية، مع نهاية السادس. وآخر شيء السادس، هذا هو السادس، بيطلع من هون بنسميها زد 1. خلينا نغير القلم، 1 صار عندنا زد هنا وزد 1 هنا، في عندنا يو وفي عندنا يو 1 هنا. برضو لو كملنا الأسهم، بالنسبة للأسهم لاحظوا هذا السهم تبعه بكون داخل، يعني هيك مع عقارب الساعة، بطلع من هون بفوت بالثاني من الجهة هاي، بيكون عكس عقارب الساعة معاكس إله، وبفوت على الثالث مع عقارب الساعة، بيطلع الرابع بيكون عكس عقارب الساعة، بيطلع على الخامس مع عقارب الساعة، وبيطلع على السادس من هون هيك بيجي عكس عقارب الساعة. لاحظوا كيف صار عندنا ست أقطاب برضو مختلفة، ست أقطاب مختلفة، وهنا بيبين إنه رسمنا صحيح والحل تبعنا صحيح. مع تحيات قناة فادي التعليمية، محدثكم فادي حداد.